يا بنتي كل ده تأخير؟ الدنيا زحمة موت، لكن ايه جايبالك شوية اخبار هتولع الدنيا. هو ده الشغل، يلا بينا بقى عشان نشوف هنعمل ايه في الموسم التالت. احنا السنة دي معانا معلومات وكواليس محدش يعرف عنها حاجة، وكله بالصوت والصورة، مش الكبير بس اللي هيولعها. والفنان ياه مش هيعمل حاجه السنه دي، اصل النجم ياه اتخانق مع المخرج والمنتج والمسلسل باظ. يا بنتي مفيش سلاكين. امال لو عرفت الاثنين دول كل واحده فيهم بتخبط في مسلسل التانيه من تحت لتحت ازاي؟ ياه يلا دع الخلق للخالق كده. تمام قوي، يلا بينا نبدا. استنونا في رمضان ترندنج الموسم الثالث، ثقه في الله نمبر 1.